إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أرديد ممتاز محمد سعيد جيل المستقبل سأشهد أقوله سأبدأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا
ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ممتاز محمد سعيد مدرسة جيل المستقبل سؤال شيء اللبات حول عساسية ابدأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كوهذا الكيادهيقا أنفع بلاس xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha